بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا أمس عن أهمية دراسة كتاب التوحيد. نعم. كنت يا كتاب التوحيد أنقل قابلنا تمام رنال. نريد أن نركز على ما ركز عليه المؤلف. مقصد المؤلف من هذا الكتاب ما هو؟ أهون تكرات من نارقو مؤلفو دراسو بذي كتاب وانو علامو تارجيت يدرقو من دنو توحيد العبودية. توحيد العبودية يا أملكوت عبادة توحيد النو لنا تقول. لأن الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار الذين بعث فيهم في هذا التوحيد في العبادة. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. ثلاثة كنا بنبات أتبكاك لألو قب قبنا طورنات بتوحيد العبودية لنا. نعم. وأكثر خلل في الأمة في العبادة. بهذا تصابوا بهزبوا تلك وتشقر بعد التفكير. نعم، يوجد خلل في الأسماء والصفات، يوجد خلل في الربوبية، لكن أكثر الخلل في العبادة. بالله ببهارياتنا بسموتو تشقر الجنال بالله سبحانه وتعالى بحثنا بارئنا تشقر الجنال نقرقل دا عمل قطهم ويتزبين. إذا ركز المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على العبادة. سلاذي دراسة وشخية وبطان تاريتنا تقرة ستة بتوحيد العبودية.